كلنا بنتابع الايام دي اخبار كرويه كتير كتير كتير، لكن الخبر ده الحقيقه بعيد عن الجدل الكروي اللي بيحصل الايام دي والصفقات بقى وغيره من كل الهري الناس بتهري فيه بقى لها كام يوم ده. احنا النهارده عندنا حدث مهم، انه النهارده مصر هتستقبل كاس العالم. النهارده حازم امام عضو مجلس الجماليه وايضا وفد الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا هيحضر الى مصر، هيحمل معاه كاس العالم في جوله ترويجيه هتطوف اكتر من 50 دوله، وهيكون في استقبال الوفد ايضا هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، وكمان عصام الحضري حارس التعاون السعودي طبعا ونجم منتخب مصر وكابتنه ايضا. والجوله دي بدات في روسيا، خلينا اقول لكم وزار فيها تقريبا ما يقرب من 16 مدينه في مدار 3 شهور، وبعدها انطلق الى العاصمه البريطانيه لندن. بدات منذ ذلك الحين بقى جوله عالميه للكاس هتزور 91 مدينه في 51 بلد، وهيعبر القارات الستة، وهو جاي لنا أصلا من بلد إفريقي كوتوفوار، وأعتقد بعديها هينطلق مرة أخرى على نابولي في إيطاليا، هيزور مجموعة من المناطق، وأعتقد أنه كمان هيزور قصر الاتحادية. صحيح. يعني على حسب معلومات. يبقى زيارة كده سريعة لست دول، الموضوع هيكون أكيد شيق جدا.